لو الحكاية فيها إن فيتو هو برضو زي كده ابنه الكبير دخل الامتحان وسقط وما جابش، ابنه الصغير دخل اللي هو نبيل فهمي اللي هو الوزير برضو دخل ونجح. إذا طبعا كان ممكن يرجح الاثنين، لكن هو الامور اتخضع تماما لفكره الامتحان وفكره ان تصلح لهذه الوظيفه او لا. ف ما تهزمش نفسك، دي برضو احد يعني الخبرات اللي انا احب انقلها لكم كاب، يعني اوعى تهزم نفسك قبل ما تخش اي معركه.